يسوع الله قالنا كونوا قديسين كما أن أباكم قدوس. إحنا مدعوين كلنا للقداسة، ومع القديسة مريم نصلي إنه إحنا نمشي على دروب القداسة. لكن القديسة مريم كانت تضل تقول مش الانخطاف ولا الارتفاع على الشجر ولا الجروحات المسيح ولا ضربات القلب الخطافات، كلها هاي بتأدي إلى القداسة. القداسة هي التواضع، القداسة هي الطاعة، القداسة هي أن يكون على مثال يسوع الوديع والمتواضع القلب. قديستنا كانت متواضعة، كانت متواضعة جدا، وكانت مطيعة لآخر الحدود، لدرجة لما كانت تكون بالخطاف والريسة تقولها ارجعي تعالي اصحي على طول طيعها. كانت مطيعة جدا لدرجة لما ماتت وحطوها بالتابوت، ماتت على شكل صليب فاتحة ايديها، فقالت لها الريسة يا بنتي بأمر الطاعة بقول لك سكري ايديكي علشان نسكر التابوت. وهي ميتة اطاعت الريسة وسكرت ايديها علشان يسكروا التابوت. الطاعة شيء صعب، لكنها هي الوحيدة اللي بتخلصنا. الطاعة هي أني أنا أكسر ذاتي وأشيل كل شيء جواي من أجل الآخر ومن أجل طاعة الله، وهذا شيء مش سهل، وهذه هي الرهبنة بحد ذاتها. الطاعة أني أنا أكون على مثال يسوع اللي أطاع الموت، موت الصليب، أطاع ربنا، عمل مشيئة الله. اليوم خلينا نرفع نياتنا مع القديسة مريم اللي كانت دائما تعمل مشيئة الله، اللي كانت دائما بطوع الله، كانت دائما في طاعة وتواضع. نسأل الله إنه يعلمنا ويعطينا إنه نكون مطيعين لأهلينا، مطيعين لرؤسائنا، مطيعين لكلمته، ودائما نقول لتكن مشيئتك يا رب في حياتنا وفي العالم أجمعاً.